لا فقرة دقيقة يا شباب، اليوم هذه المرة العشاق الدراجات مع سمر رهبيني، خلونا نتابع. كثير ناس بيركبوا الدراجة وفي ناس بيستخدموها كوسيلة مواصلات وناس تانيين بيستخدموها كرياضة، وما حد يقدر ينكر قديش انه ركوب الدراجة صديق للبيئة والى اخره من الكلام ده. بس خليني اليوم اتكلم معاكم عن الجانب الرياضي للدراجه، انه احنا نستخدمها كرياضه، انا كيف لما اشتري بايك كيف انا ابدا لما امارسها احس نفسي انا قاعده انحف، انا قاعده ابني عضل، كيف استفيد منها من الناحيه الرياضيه؟ اول حاجه بالتدريج، كل شيء بالتدريج، ابدا فيها مثلا مده ساعه، اتمرن فيها على سرعه متوسطه. ايش يعني متوسط سرعه؟ يعني اني انا مثلا ابدا فيها على سرعه 20، حط التايمر عندك في الساعه، انا ببدا على سرعه 20، ابدا امشي فيها على سرعه 20، حاول قد ما تقدر ما يكون الهواء ضدك ولا ايش ما كان انك انت ما تنزل عن هذه السرعه لمده ساعه، خلصت انت كده تمام، في تغيير حيحصل في جسمك. اليوم الثاني لا انا اوكي حبدا الافرج حقي يكون عن 23، انا ما حانزل عنه، اوكي ازيد بس ما حانزل وابدا امشي. يوم مع يوم مع بعض حتبدا تزيد عدد الكيلوات، على اخر الشهر حتلاقي فعلا العضل اللي في رجلك زاد، جسمك بدا ينحف، نفسك صار طويل، لياقتك صارت جدا عالية، فأبدأ صح وبالتوفيق للجميع. ونحن أكيد مكملين معاكم، وبعد الفاصل مريم فارس تصرح لساعة شباب، انتظرونا.